امير كنت متوقع النجاح ده؟ انت متعود على الجمهور، متعود على النجاح، متعود على كايروكي ينزل يعمل حفله تكسر الدنيا والكلام ده كله. في التمثيل كنت متوقع انه ريفو يحقق النجاح ده؟ مش عارف يعني، ما حسبتهاش. انا كنت واثق في البروسيس، واثق في الكاتب، واثق في المخرج، واثق في زملائي جدا، ان احنا يعني حسيت بروح مختلفه. يعني دايما كان بيجي لي حاجات في التمثيل دي بس كنت بخاف، بس اما حسيت بان كل واحد ياخد شغله على جديه رهيبه، فشعرت ان ممكن ده الحاجه الكويسه دايما بتنجح. بس انا كنت متوقع ان هو ينجح قوي بس مع شويه وقت، بعد شويه يعني الناس تلحق تشوفه. لكن ان انا اوصل للنجاح اللي هو في 20 يوم، الاحظ ان اكتر مسلسل اتشاف وناس تبعت لي وناس تقول لي ريفو وناس تقول لي شادي، وفي ناس بعض ساعات في حفلات يقول لي غني اغنيه بتاعت ريفو. فحسيت من الحلقه كام حسيت ان المسلسل، على فكره المسلسل ده اشتغل؟ انا ما شفتش مسلسل زي الناس، عشان كنت بعمل موسيقى فكنت بشوفه بقى في مرحله المونتاج، فما شفتوش زي الناس كده مره واحده. فكان برضو الحكم كانت محتاجه فريش اي يعني تشوفه كده. بس انا حسيت ان هو حلو يعني، وكان عاجبني وكنت بحب اتفرج عليه يعني. في دي قصه في كايروكي؟ لا خالص خالص. قصتنا اوحش من كده. يعني تامر، دي مش قصه صعود كايروكي؟ لا مش قصه صعود كايروكي، هي بس ممكن تشابه فيها في حته التحديات بس. هي قصتنا مختلفه. اصعب شويه حاجات وحاجات. قصه كايروكي مات الحمد لله. بس احساسكم ان انتوا بتعملوا، يعني انتوا الاثنين في الباند، احساسكم ان انتوا بتعملوا حاجه عن مزيكا، هل بيخليكوا يعني اكتر حماسا للفكره للتجربه؟ انا كنت فاكر كده في الاول، بس لما جينا نخش يعني بتمثل شخصيه شبه شخصيتك بتبقى صعبه شويه، لان انت ما بتبقاش مدرك انت هتتصرف ازاي في الموقف ده كبني ادم. لكن لو انت مثلا بتمثل دور انك كذاب او مجرم او كده بتبقى خلاص في ليبل كده موجود. لكن كنت بحس ان انا مش عارف ابقى انا حتى يعني احيانا. فكانت ساعدوني بقى راكين، ادتني تيبس كتير قوي كده عندي على الواتساب كتب كده. ايه راكين كنت بتقولي له؟ لا يعني كان في مره بعت لي قال لي، يعني قعدنا نتكلم كده عن التمثيل، وانا طبعا بحب التمثيل قوي وبدرس كتير وبذاكر وكده. انت بتمثلي مسرح ومثلتي كتير قبل كده؟ مثلت، ابتديت مسرح وبعدين تي في وفيلم. فبس فبعت له كام سؤال كده اللي هو في المشاهد يسال نفسه الاسئله دي وكده يعني. بس ساعدتني بصراحه هي وعمرو برده اللي معانا في المسلسل كان بيساعدني قوي يعني. كان اعتقد كنا كلنا بنساعد بعض يعني، مثلا قبل الشوتس مثلا ساره تبقى معايا في شوت فانا متوتر تفتح معايا موضوع تاني نتكلم نهزر، فيبقى الموضوع we break the ice يعني.